الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة رقم 11 اللي هو تكمل إلى chapter the biology of grafting اللي هو بتعلق في التركيب والتطعيم، يعني بيولوجيا التركيب والتطعيم. formation of the graft union، الآن كيف بتكون الاتحاد أو الالتحام ما بين الجرافت، ما بين الأصل وما بين الطعم. أول شيء دينوفو فورد ميريستيماتيك أريا، يعني يتكون من جديد. دينوفو معناها من جديد، منطقة ميريستيمية. must be developed between scion and rootstock for a successful graft union، حتى يصبح عندنا نجاح للالتحام بشكل ناجح بين الأصل وبين الطعم، يجب أنه يتكون عندنا منطقة ميريستيمية. طيب 3 events، عندنا 3 أحداث. أول شيء adhesion of the rootstock and scion، يصير في عندنا تماسك ما بين الrootstock الأصل وما بين الصيون الطعم. دكتور كيف بتتماسك الأنابيب؟ يعني من خلال الأنابيب الناقلة مثلاً الفيورين. التماسك طبعاً بده يتم عن طريق إنه يعني عملية التطعيم تكون بطريقة صحيحة، بحيث يكون في هناك تلامس كامل وتلاصق كامل ما بين الأصل وما بين الطعم. لأن هاي أول خطوة. لأن الخطوة الثانية اللي هو بده يصير في عنا proliferation of gallus، بده يصير في عنا تكوين أو تكاثر أو تولد للكلس اللي هو عبارة عن خلايا برانشيمية غير متميزة at the graft interface كلس بريدج، يعني بين منطقة اللي هي الاتصال ما بين الأصل وما بين الطعم، اللي هي كلس بريدج، بتعمل زي جسر من الكلس، فبصير في توصيل ما بين الأصل وما بين الطعم. الخطوة الثالثة أو الحدث الثالث vascular differentiation across the graft interface، بده يصير في عندنا تمايز للجهاز الوعائي أو الأوعية الناقلة اللي بتكون موجودة أو تصل ما بين الأصل وما بين الطعم. طبعا ليش الفاسكولار هنا يشتمل على الخشب وعلى اللحاء الزايلم والفلويم، حتى يصبح في عندنا تواصل ما بين أنابيب الخشب الموجودة في الأصل وأنابيب الخشب الموجودة في الطعم، وأيضا نفس الشيء أنابيب اللحاء الموجودة في الأصل مع أنابيب اللحاء الموجودة في الطعم، وبالتالي يصير في توصيل للماء وتوصيل للغذاء، يعني حتى يصبح الأصل والطعم وحدة واحدة. الآن الكلس في البداية ممكن يكون بعملية التوصيل، ولكن بكفاءة أقل، بيكون بعملية التوصيل ماشي، ولكن أقل أو بكفاءة أقل من اللي هي الخشب واللحاء. هاي أنا عملية بتبين هون هذا الأصل وهي الطعم، وهون عملية إيش هاي الالتحام. steps in graft union formation، الخطوات lining up of the vascular cambium of rootstock and scion، يعني يصير في lining يعني تلامس كامل ما بين الفاسكولار كامبيوم في الروتستوك والفاسكولار كامبيوم في السيون. والفاسكولار كامبيوم هو عبارة عن أنسجة ميريستيمية، هو عبارة عن سكندري ميريستيم، أنسجة ميريستيمية ثانوية. held together with the wrap، يعني بنكون إحنا بمسكهن مع بعض أو حتى نساعد على عملية lining تماسك وتلاصق ما بين الأصل والطعم بواسطة الرباط والشريط، نعم اللي بنكون ب او التيب اللي هو شريط نيلز اور ويج توجذر، يعني استخدام وسائل واربطه حتى يصير في عندنا لايننج اب. الووند، الخطوه الثانيه ووند ريسبونس، لانه لما نكون احنا بالتطعيم او التركيب بده يصير في عندنا جرح، الان بده يصير في عندنا استجابه لهذا الجرح. استجابه الجرح بتبدا في نكريتيك لاير، بتكون عندنا طبقه ميته من الخلايا cell deep forms on both scion and stock، تتكون في الاثنين في السيون وفي الستوك. طيب undifferentiated callus tissue is produced، بتكون عندنا منطقة غير متمايزة أو أنسجة غير متمايزة اللي هي الكلس from an injured parenchyma cells below the necrotic layer. المنطقة اللي بتكون أو الأنسجة اللي بتكون بعد أو تحت الطبقة الميتة عبارة عن خلايا برانشيمية، هاي الخلايا البرانشيمية بتكون اللي هي الكلس. كلس forms a wound periderm، بعدين بيكون عندنا الووند بريديرم
اللي هو outer bark which becomes superized to prevent entry of pathogens. وهي الطبقة بتكون فيها سوبرين حتى تمنع مادة السوبرين حتى تمنع حدوث أو الإصابة بالأمراض. بعدين necrotic layer dissolves. النيكروتيك لاير هذه الطبقة الميتة بتذوب تتلاشى. كلس بريدج فورميشن، تكوين الجسر الكلس. كلس بروليفيريتس فور 1 تو 7 دايز، بتضاعف من يوم لسبع ايام، خلال يعني من يوم او سبع ايام. كلس موستلي كامز فروم سيون، يعني اكثر شيء الكلس بتكون من الصين، من الطعم او القلم. ديو تو بيسل موفمنت اوف اوكسين. ليش طبعا؟ لأن التحرك ان الاكسين بتحرك باتجاه القاعدة. وايضا CHO اللي هو الكربوهيدرات، اختصار CHO اختصار الكربوهيدرات، بتحرك باتجاه القاعدة. An exception to this، الان في استثناء لهذا. Establish root stock which can develop more callus than that from the scion. يعني في بعض الاستثناءات بعض الروت ستوك بيكون كلس اكثر من سيون. Adhesion of سيون and stock cells with a mix of pectins. يعني بصير في تماسك ما بين السيون وما بين الطعم او خلايا الاصل وخلايا الطعم مع mix of pectins، مادة البكتين والكربوهيدرات والبروتينز. Probably secreted by dichotomes which are part of the Golgi bodies in cells. وهذه المواد بتم إفرازها من dichotomes اللي هي بتشكل جزء من أجسام Golgi الموجود في الخلية. ماشي، هاي الرسمة أيضا بتبين عملية تكوين الكلس وعملية الالتحام. الوند ريبير، أربعة وند ريبير يعني ترميم أو علاج يعني الجرح اللي تكون. First the xylem and then the phloem is repaired. في البداية إذا بتكون أو بصير يعني ترميم للخشب، بعدين بصير في عنا أو يعني يتم عنا ترميم للحاء. Occurs through differentiation، يحدث نتيجة أو خلال تمايز للفاسكولار كامبيوم across the class bridge. على امتداد الجسر اللي تكون من الكلس. Processes takes 2 to 3 weeks in woody plants. هاي العملية كلها تحتاج إلى أسبوعين لثلاث أسابيع. يعني هي عملية نجاح الطعم من أسبوعين لثلاث أسابيع. حسب طبعا الظروف. فترة الترميم، فترة نجاح الطعم. نعم. هو إذا تكون نعم، إذا تكون الزايم وتكون الفلوين معناته نجح الطعم. نعم. هي الفترة اللي لازم تبقى عليها. نعم، حوالي 15 يوم لعشرين يوم. نعم، اللي هي من أسبوعين لثلاث أسابيع. نعم، فترة نجاح التركيب أو الطعم حسب طبعاً الظروف الجوية. Production on secondary xylem and phloem from a new vascular cambium in the callus bridge. الخطوة الخامسة اللي هي بتكون عنا خشب ثانوي ولحاء ثانوي من الكلس بريدج، من جسر الكلس. Important. It's important that this stage be completed before much new leaf development. هذه تتكون قبل ما تتكون عن الأوراق الحديثة on scion. Or else the leaves will wilt and the scion may die. يعني هذه الخطوات كلها يجب أن تحدث أو أن تتم قبل، نعم، حتى ينجح الطعم وقبل تكوين أول ورقة على الطعم. لأنه إذا تكونت أول ورقة أو إذا تكونت أوراق على الطعم وما في عندنا خشب وما في عندنا لحاء وما في او ما في عندنا التحام كامل، بالتالي هذا بيؤدي الى الولت، بنشف بجف بصير ذبول للطعم وبعدين بموت وبالتالي بفشل التطعيم. طيب، some water can be translocated through callus cells but not enough to support leaves. زي ما حكينا يعني بعض او جزء قليل من الماء ممكن انه ينتقل عن طريق الكلس ولكن جزء قليل غير كافي to support leaves حتى انه يدعم الاوراق اللي تكونت. مش يعني على قيد الحياة احنا. نعم.
نعم. في ايضا عندنا سيل تو سيل ترانسبورت اللي هو انتقال الماء من خليه لخليه من خلال البلازموديزماتا اللي هو سيمي بلاستيك ترانسبورت لينك سيلز ميمبرينز. وفي عندنا الابوبلاستيك ترانسبورت از بتوين ادهيرينج سيلز. هاي هنا عبارة عن رسم او صورة تشريحية بتبين الكلس بريدج. هون عندنا السيون هون عندنا الستوك. فهاي الكلس بريدج هون نعم مقطع عرضي. الان في عندنا مصطلح او في فاكتورز انفلونسينج جرافت يونيون سكسس، العوامل اللي بتاثر على نجاح الالتحام او نجاح التطعيم. في عندنا الانكومباتيبلتي اللي هو عدم التوافق، بلانت سبيشيز اند تايب اوف جرافت. يعني احيانا بيكون في عندنا عدم توافق بين انواع معينه بين سبيشيز معينه. وايضا تايب اوف جرافت نوع التطعيم، ايزي بلانتس مثلا في نباتات سهل التطعيم فيها مثل الابلز الجريبس البيرز التفاح والعنب والنجاص. difficult plants مثل الهيكوريز يعني الجوزيات الاوكس البلوط والبيتس اللي هو يعني بلوط او يعني انواع من النباتات الحرجية. الجيمنوسبيرمز are usually grafted scions. النباتات او الاشجار اللي هي معرات البذور يعني زي الصنوبريات السرو هاي عادة بنقوم بتطعيمها او باستخدام اللي هو grafted scions يعني التركيب نستخدم القلم وليس البرعم. الانجيوسبيرمز are usually budded scions. بنقوم باستخدام الطعم اللي هو البرعم البرعمي. هاي هنا صور بتبين انواع تطعيم. الانفيرمنتال كونديشنز فولوينج جرافتنج. الان ايضا العوامل البيئيه اللي بتتبع يعني بعد ما نكون احنا بالتطعيم شو العوامل البيئيه اللي بتاثر ايضا على التطعيم او التركيب. اول شيء درجه الحراره مهم جدا. افكتس كلس برودكشن. درجه الحراره بتاثر على تكوين الكلس. ففي هناك درجة حرارة مناسبة للتطعيم. مثلا depends on the plant هذا بيعتمد على النبات. البيتش كلسز بيتر ات 7 ديجري. في البيتش نبات البيتش هذا المناسب له 7 درجة 7 مئوي. والجريب از بيست ات 24. البيتش اللي هو الخوخ. لا لا مش الخوخ هنا بيتش هذا نبات نباتات حرجية ماشي. هذيك بيتش هذيك. العنب المناسب له 24. easy to control in a greenhouse but difficult in the field. يعني اذا كانت الاشجار موجودة عندنا والاشتال في داخل الجرين هاوس نستطيع نتحكم في درجة الحرارة ولكن اذا كانت في الفيلد صعب التحكم في درجة الحرارة. المويستشر الرطوبة ايضا. نعم مهم كثير الرطوبة. needed for cell enlargement لانها مهمة لزيادة حجم الخلايا. in the callus bridge في الجسر الكلس. maintain using plastic bags over scion. يعني كيف احنا نحافظ على الرطوبة بنقوم بوضع الاكياس اللي هي البيضاء هذه البلاستيكية على الطعم حتى نقلل من عملية الفقد الماء. wrap with grafting tab بنقوم بعملية الربط باستخدام اللي هو الرباط الخاص للتطعيم البارافيلم اللي هو الشمع البارافيلم او الرافية grafting rubbers and wax وفي ايضا شمع خاص شمع تطعيم. place union in dab peat moss or wood shaving for callusing. نقوم بغمر مكان التطعيم في البيت موس او انشارت الخشب حتى نشجع عملية تكوين الكلس. growth activity of the rootstock ايضا بتأثر. يعني إذا كان الروت ستوك نموه نشط أكتف هذا بساعد على عملية الالتحام. في التي بادينج depends on the bark of the root stock. في حالة التي بادينج
تطعيم حر التي اللي هي بنسميها السليبينج. السليبينج عبارة عن meaning the cambial cells are actually dividing and separate easily from each other. يعني انه البارك او الكامبيال سيلز خلايا الكامبيوم سهل ان نقوم بفصلها. سليبينج بارك سليبينج بسموها او كامبيال سليبينج. يعني هاي مثلا الساق عندنا سهل نقوم بفصل الكامبيوم او البارك عن الخشب. هاي بسموها سليبينج. هاي بتلعب دور كبير في نجاح التطعيم. طبعا هاي وانت بتتم سليبينج يجوالي اوكرز ان سبرينج بتتم في الربيع او ايرلي سمر بعد ما ينتهي البرد. انه اثناء البرد بتكون النبات في حالة سكون وبالتالي سليبينج بتكون صعبة. تحدث بعد الربيع. تحدث في بداية الربيع او في نهاية الشتاء. لما ترفع درجة الحرارة بصير في عندنا سليبينج. انه السليبينج هي بتعتمد ايضا على سريان العصارة. اذا العصارة مشت في النبات بصير في عندنا سليبينج. نعم لما بتكون ساكنة بتكون ملتصقة، صعب انه نفصل البارك او الكامبيوم عن الخشب. نعم. فهي تقريبا هي اكثر يعني عامل بيأثر على التطعيم خاصة بالتي بادينج. At certain periods of high growth in spring plants في بعض يعني النباتات في الوقت اللي هو النمو العالي النشط مثل الجوز مثل العنب can have excessive root pressure producing sap and bleeding forcing of the scion and result in unsuccessful graft. اذا هذا نعم unsuccessful عدم النجاح. في بعض مثلا بيصير في عندنا ضغط جذري قوي في الربيع او لما بيكون في عندنا يعني نمو قوي في موسم النمو القوي وبصير في عندنا bleeding يعني نتيجة الضغط الجذري القوي بصير في خروج للعصارة. هذا بيؤدي الى فشل التطعيم. Forcing of the scion and وهذا طبعا يعني بيضغط على السيون الضغط العالي هذا والبليدنج وبالتالي بيؤدي الى فشل التطعيم. الان ايضا من العوامل اللي بتاثر art of grafting يعني المهارات الفنيه الفن المهاره especially with conifers خاصه في الصنوبريات. ايضا فيروس كونتامينيشن انسكتس اند ديزيزز التلوث في الفيروسات في الحشرات وفي الامراض ممكن تؤدي الى فشل التطعيم. فيروسز كوز ديليد انكومباتيبيليتيز بتؤدي الى عدم التوافق. بليك لاين ان والنوت اند برون لاين ان بلم. بكتيريا اند فنجاي ايضا كان انتر ذا ووند ميد ديورينج جرافتنج. البكتيريا والفطريات ايضا ممكن انها تدخل وتصيب منطقة التطعيم وبالتالي تؤدي الى فشل التطعيم. Plant growth regulators and graft union formation الهرمونات او منظمات النمو النباتية ايضا بتأثر على التطعيم او التركيب والالتحام. Exogenous auxins have not proven beneficial يعني الاكسين الخارجي اذا احنا اضفنا اكسين exogenous خارجي هذا ما فيش له اي فائدة. ولكن الاندوجينوس اوكسين از نيدد ان ذا سيون تو برودوس كلس. الاوكسين الداخلي اللي هو بيكون داخل النبات مهم لتكوين الكلس. نعم. من قبل السيون نعم. البولاريتي ان جرافتنج ايضا. البولاريتي اللي هي اتجاه القطبيه اللي هي اتجاه السيون. توب جرافتنج بروكسيمال اند اوف سيون انسيرتد انتو ديستال اند اوف روت ستوك. يعني نقوم احنا بوضع السيون بالشكل المخلوق. الصحيح البيسل نعم البروكسيمال اند للسيون بتكون انسيرتد بندخلها انتو ديستال اند اوف روت ستوك. الروت جرافتنج بروكسيمال اند اوف سيون اذا بدنا نقوم بعمليه الجرافتنج للروت العكس بيكون بروكسيمال اند اوف سيون انسيرتد انتو بروكسيمال اند اوف روت ستوك. الان انفرس سيونز ان بريدج جرافس كان ريمين الايف بات ويل نوت اكسباند جرو. يعني اذا قمنا بعمليه التركيب بشكل عكسي مقلوب ريمين يبقى حي ولكن ما بنمو ويل نوت اكسباند وجرو. طيب بادنج البرعمه اللي هي ابرايت اورينتيشن اوف بد شود بي مينتيند ايضا نكون بوضع البرعم ايضا
upright يعني للأعلى بشكل صحيح. الجينيتيك ليميتس اوف جرافتنج. الآن يعني القيود اللي هي أو العوامل الجينية الوراثية اللي بتأثر على الجرافتنج. مونوكوتس ار هاردر ذان دايكوت. واي؟ يعني التطعيم في المونوكوت في ذوات الفلقة الواحدة أصعب من التطعيم في ذات الفلقتين، أو حتى صعب ممكن مستحيل إحنا نكون بالتطعيم أحيانا في المونوكوت، صعب. ليش؟ واي؟ لأنه لاك فاسكولار رينجز، ما فيش فاسكولار كامبيوم فيها. لأنه وبرضه لأن نباتات ذوات الفلقة أغلبها نباتات عشبية. ذات الفلقة الواحدة، لا مزبوط، ذات الفلقة الواحدة أغلبها نباتات عشبية، يعني الموز مثلا عشبي، لأنه ما هي لأنه ما فيش فيها فاسكولار رينجز، ما فيش فيها فاسكولار كامبيوم، and have scattered vascular bundles instead. ماشي، ما فيش فيها فاسكولار كامبيوم، وبالتالي صعب جدا يكون بالتطعيم فيها. General rules: the more closely related plants are botanically, the better the chances for the graft to be successful. يعني كل ما كانت النباتات قريبة على بعضها البعض، كل ما كانت من نفس العائلة أو من نفس الجينس، كل ما كانت نجاح نعم أفضل وأعلى. Grafting within a clone no problems. يعني إذا قمنا بالتطعيم من نفس الكلون، الكلون اللي هو مجموعة نباتات لها نفس الصفات الكلون، بيكون no problems، فيش أي مشكلة. يعني زي إيش كلون مثلا؟ يعني زي نكون مثلا النبات مثلا الزيتون نبالي بلدي مثلا، نفس الكلون، اخذنا الاصل كان نبالي بلدي والطعم ايضا نبالي بلدي، ماشي. هذا المقصود في الكلون. الحمضيات نعم. grafting between clones within a species، هنا يعني between clones within species، يعني مثلا زيتون بري اصل بري وقمنا بتطعيم نبالي محسن او نبالي بلدي او اي صنف اخر، هذولا مش من نفس الكلون ولكن من نفس species. السبيشيز، السبيشيز من نفس النوع، الجينس والسبيشيز، فمن نفس السبيشيز. الحمضيات مثلا خشخاش، الاصل خشخاش والاصل مثلا او الطعم كلمنتين او بصره او برتقال او نعم. يوجوال نو بروبلمز. بروبلمز كان اوكر وذين بسودوستوغا ايفرجرين كونيفر اند اسر روبرام. هاي يعني امثله على نباتات بصير فيها مشاكل في التطعيم في التركيب. Genetic limits of grafting أيضا. Grafting between species within a genus. يعني نكون بالتطعيم بين أنواع من نفس الجنس. Chance of success 50-50 يعني نص 50 ممكن ينجح نص 50-50 يعني. طيب. Reciprocal interspecies grafts are not always successful. Grafting between genera within the same family. تطعيم في عائلة نفس العائلة بين يعني genera من نفس العائلة. فهون مثلا في أمثلة صنف Champisperus اللي هو Cypress on Thoya و Citrus مثلا on بونيسيراس هاردي أورانج. هاي أمثلة على نباتات من نفس العائلة. إن ذا سولونيسي مثلا في العائلة اللي هي الباذنجاني سولونيسي نايت شيد فاميلي أو هي بسموها نايت شيد فاميلي. جرافتيك بتوين جينرا إز نوت بروبلم. يعني التطعيم بنفس الجينرا ما فيش مشكلة. جينرا اللي هي يعني نعم the same family، يعني بنكون احنا بالتطعيم with the same family within the same family between genera، يعني بين جينرا اللي هي جينس من الجينس. التوميتو ما فيش مشكلة، يعني بين التوميتو والتوباكو، بين التوميتو والبوتيتو، يعني في نبات الآن بطعمه توميتو على بوتيتو، فبعمل فوق بعمل بندورة وتحت بعمل بطاطا. البيبر اللي هو أيضا الفلفل. البيتونيا هذول كلهن من نفس العائلة، ما في مشكلة في التطعيم فيهن، هذول كلهم من عائلة السولونيسي. بيتونيا نبات زيني اسمه بيتونيا، ما بتعرفه؟ نبات زيني موجود في الجامعة منه، نبات زيني بيتونيا معروف كثير. ماشي، هاي كلها من عائلة السولونيسي، ما في مشكلة في التطعيم فيها.
genetic limits of grafting كمل general rules grafting between families nearly impossible ماشي التطعيم إذا بين العائلات غير ممكن يعني نطعم بين ستولينيسي فاميلي ومثلا كروسيفيري فاميلي عائلة صليبية وعائلة مثلا باذنجانية صعب مستحيل مش صعب بس impossible غير ممكن the first known graft union between two different families أول تطعيم قاموا فيه أو تركيب بين عائلتين مختلفتين كان سنة 2000 ماشي the families were two succulents يعني كان العائلتين هاي كانت succulents نباتات عصارية اللي هي كاكتاسي فاميلي وكابريسي فاميلي عصارية زي السباريات يعني عائلات مختلفة قاموا فيه مرة واحد يعني هيو بعائلة اللي هي كاكتاسي الكاكتاس يعني السباريات العصارية وكابريسي فاميلي النباتات السبارية على فكرة التطعيم فيها سهل ماشي يعني فقط في حالة معينة تم فيها التطعيم بين different families اللي هي الحالة بين عائلة كاكتاسي فاميلي وكابريسي فاميلي عائلة عائلة من سكلانس لا مش صليبية عائلة من نباتات سكلانس يعني نباتات عصارية عصارية ماشي اللي هي السباريات زي السباريات اليوم بكفي المحاضرة الجاي الكومباتيبلتي اللي هو التوافق وعدم التوافق